انا كده. يعني كان قدامي اعمل تاريخ النادي الاهلي من بدايه القرن فترات، بس قلت انا عايز اعمل بقى ايه، في فتره كده شدتني وجايبه كده يعني شويه مقارنات مع الوقت اللي احنا فيه، فاخترت قلت ايه، لا اجيب فتره التسعينات دي بما فيها من بعض السقطات وفيها بعد كده بقى الشطحات الكبيره للنادي الاهلي ما شاء الله. بعد كلمة 94 في اول سنتين ثلاثه كان في شد روب كده وكان طب احنا ايه، هنبتدي مع حضرتك باللقطات ولا بالشطحات؟ لا لا احنا كفادي الاهلي بنجيب التاريخ زي ما بيقول. في اوائل التسعينات كانت الاهلي متعسر شويه وكان بيعمل فرقه جديده، وبعد كاس العالم كان في نوع من التجديد، فخدت معانا سنتين ثلاثه زي فات في اوائل الالفينات برضو ما حصل كده ايه شويه تجديدات، كنا نوصل لمراكز مهمه ويحصل عدم نصيب. لكن نقدر نتكلم نقول ان احنا اوائل التسعينات نقدر من ايه موسم 94 وازاي الاهلي بدا يرجع ولعب ماتش كبير جدا لما يجي الصور هيبدا بيها، ان الاهلي لقى نفسه في مباراه فاصله مع مين؟ مع الاسماعيلي. يا الاسماعيلي كان ما شاء الله في الفترة دي كان فرقه قويه طبعا ما شاء الله، والمقاولين كان قوي في طبعا الفترة دي المقاولين، المقاولين فرق يا جماعه، شوف المقاولين ده اكتر من تاريخي الاسماعيلي، حقيقي خد افريقيا اكتر من طبعا. الاسماعيلي اللي هو اقدم منه، بس المقاولين كان فيه اداره قويه، طبعا فكر جميل، وان شاء الله المقاولين يرجع تاني لافريقيا. ان شاء الله. شوف نبدا بقى هنا 94، الاهلي الشرس هزم الاسماعيلي، الشياطين الحمر للكلمه اللي بقولها ايه، عبروا المحنه واستحقوا درع الدوري، ها الغرور اطاح بالدراويش وهدد عيب الاهلي. ازاي الماتش ده كان غريب جدا، كان غريب الماتش ده، بدا الاهلي تيك تاك كده لقينا الاهلي جون اتنين تلاته، كابتن محمد رمضان جايب هاتريك تلات اجوان فجاه كده، فجاه تلات اجوان، احنا قاعدين مش على مصدقين غفله مش مصدقين. احنا بعد كده كسبنا الاسماعيلي 6 ب 6، مش بتكلم على بس هي بس تخض الماتش ده تخض تلات جوال ورا ورا بعض بعض بطريقه غريبه، وبعدين فاجئنا المدرب ساعتها انه لاعب اتنين ما عندهمش واجبات دفاعيه بس الهجوم كبار، كابتن عبد العال وكابتن منير صلاح الدين لعبوا في نص الملعب وعملوا ضغط كبير قوي امامي، فجبنا ثلاث اربع جوان ورا بعض. مين جاب الجون الرابع؟ الكابتن الجميل ايمن شوقي، ده جول الفوز. جينا في اخر 7 8 دقايق حصل دروب كده، واحد الاسماعيلي جاب جون في اتنين في ثلاثة وكرة في العارضه، المهم ربنا اكرمنا وخدنا الايه بطوله 1904 ايه نفس تاني اهو بعد نهائي مسير مصير، الاهلي يهزم الاسماعيلي 4-3 والسعيد دوري العام. نفس الكلام مين كان بيدرب الاهلي؟ الان هاريس، مدرب جميل وعامل صح، وبعد كده 3 4 سنين الاهلي اخد، هتشوف بقى سنين ورا بعض دوري. الاهلي لما بيقع مثلا سنه ولا اتنين ان شاء الله مش هيقع تاني، بيبدا يرجع بياخد 5 بطولات 6 بطولات 7 بطولات بيعوض بقى وبزياده صحيح، وبعدين بناخد 7 وما بنشبعش، عايزين 8 و9. في انسان بيبقى ماسكين ياخد بطوله 2 يعني، طلع شفتي الرياكشن بتاعت طلع القمر، طلع بلوتو، طلع زحل، احنا خدنا بطوله، خدنا بطولتين، افرحوا يا اولاد، لكن احنا 7 8 بطولات ما شاء الله، وهل من مزيد؟ لان الاهلي اتربى على البطولات صح، الاهلي هو الواجهه الجميله، انا لما باجي اسافر الاهلي ده هو الوجهه، وجهه مصر، وجهه مصريه عظيمه زي كاس العالم الانديه اللي جايه ان شاء الله. شوف كل كاس العالم عايزين الاهلي، في اليابان عايزينه، في قطر عايزينه، في المغرب عايزينه، في اي مكان عايزين الاهلي، انه جمهور وراه في كل مكان طبعا، تاريخ عظيم،